السلام عليكم الاخوان، ومرحبا بكم في تحليل كانتي ديال يوم الثلاثاء اللي غيكون على الاوتيل. الثلاثاء اللي غيكون على اليوم الاوتيل في اليوم في يوم الثلاثاء اللي غيكون على التيغان ديال الاوتيل ديال ريفيرونس 7 زائد 7، غتكون 95000 اورو، 3500. غتكون كورسا شويه من المسافات القصيره اللي كتكون في الكانتي، يعني تيكونوا 3500. الملاحظة اللي كنلاحظ هي أن أقصر مسافة ديال الكانتين اللي كتكون في الأوتيل، أولا أقصر مسافة اللي تتكون في الخيول المشاركة في لي كاترون إي بلي، يعني كتكون 3000 أولا 3500. هادي هي 3000 كتكون عند خيول إني دي، عند خيول اللي عندها عامين، ولكن 3500 غتكون مفاجئة، يعني الخيول اللي كتهرب، الخيول اللي كتكون الو شوف اللي يشوفوا الو، هي اللي كتهرب في هاد لي تيغانات في هاد المسافات هادو، كيقدروا يديروا المباغته. الخيول اللي كدير كتكون في المقدمه. شفنا اخر كورسه ديال الرقم 7 كان ما كانش من اللي يشوفوا اللي كانوا في القدام، وكان ربح غانيو تبيناليزا العود ولا 68، ولكن العود اللي كان شاد المقدمة هو جيمس ريفي اللي رقم 9 هو اللي كان شاد المقدمة، وكان دخل طوكار. تيبقى هاد العود يقدر يربح لا كورس غدا ان شاء الله، كان دار تروازيام بلاص. هما قبيلة كانوا مشاو معاهم، يعني مجموعة ديال الخيول كانوا مشاو معاهم، ولكن السبعة شكون اللي تيمشي معاه؟ العود اللي تيمشي معاه شكون هو؟ قبل ما يدير غانيو لقيت قلبت هاد العود هذا بالضبط، لقيت تيمشي معاه الرقم 12. خيول ديال ماسكام 12 هو اللي تيمشي معاه، واخا خسر معاه واخا خسر معاه، المهم عود غادي يقدر يكون في المفاجآت. هاد العود في الاوتيل كان دارناه في يام في 47000 اورو في شهر جوج، كان عود رونتري تيران كولو، كان ربحو سبعة بشحال مشى؟ مشى ب56 في الكوت، كان مشى ب56، ولكن 12 كان مشى ب16 68 كيلو الاخر ب66، كان الفرق ديال 2 كيلو. كانوا جراو في الكونديسيون، ولكن من موراها دار واحد الكورسة، دار 5 ايام في الكونديسيون في المولينز، ودار تروازيام في ستيبل، جوج كورسات دارهم في ستيبل، رجع لهي وغادي يرجع يجري في الكانتي في البروميير هونديكاب 12. كيبقى من اصعب الاوتسايدرات اللي غيكونوا في الكورسه ديال غدا. بالنسبه لفرانسوا نيكول عنده 3 ديال الخيل، عنده 5 و8 و10 انفيتي دونور. هاد العود ديال حارة دي سانت فواغ، لوريجين ديال كاملو، عود اللي جاي من البروفانس، عندو الكونديسيون، عندو الهونديكاب، ويتيان في الكومبيين. هاد العود غادي يمشي نوعا ما في الطوكار. دوزيام شوفال او ديال فرانسوا نيكول غيكون عندو الويت مادموزيل ناتاليي دي سوتر، دوزيام غانيو، دوزيام سيزيام، غيكون حتى هو توكار. مي لا كازاك ديالو في المستوى ديال الان جاتيخ. المهم هاد العود راه غادي يكون في لا سوربريز 52، حتى هو ربما عندو الهونديكاب وحده في الجروب 3، دار 8 بلاس ريفيرونس زائد 5، يعني راه وكان ربحو الان هو اللي بيكا علو، ولكن كاين واحد الفرق ديال الكوت، واحد الفرق ديال ماشي الان، عفوا ماشي الان، سبيريت اوف ذا مون العود اللي مشى معاهم وقيلا الطروا او وقيلا اولا الكات، انا غادي نشوفوه، ولكن هو مشى فافوري والاخر كان مشى شويه وكان مشى البوا عاوتاني 3 كيلو ديال الفرق. غادي نرجعوا لهاد سبيريت اوف ذا مون، اعتقد هو الكارت فيليب بيغون، كانوا مشاو ب 70 كيلو، دابا تخلاو عليهم بعض الخيول. لالين اللي مشات الاخوان، لالين اللي مشات غادي نشوفوها حاليا، لالين 7 غانيو على نمرة 13، والتروا دوزيام، والناف تروازيام، والسيس سانكيام، والكات سيزيام، هادو هما اللي شوفوا اللي كانوا مشاو بيناتهم.
نمشيو عاوتاني لعند الكات دوزيام هو الكات طورز نافيام في الأوتاي في 95 ألف أورو سيس كان دار نو بلاسي سيس دوزيام هو التروا تروازيام هو الكات سانكيام ديال لا لين اللي كانت رجعات هادشي اللي كاين تنظن وقيلة عاود مشى معاهم وقيلة جو بونس ما شفتوش فينا هو هو لو تريز تنظن لو تريز كان دار وقيلة نو بلاسي على ما أظن على ما أظن تريز أينك أيها الرقم 13 غادي نرجع نقلب على تريز تريز الإخوان عنده واحد لافونتاج فين يقسم لا كورس ديال غدا وقيلا مشى مع الجوج الجوج وقيلا مشى مع الجوج الجوج درقانيو الجوج ما عنديش الإخوان من الخيول اللي ما غاديش يلعبها الخيول اللي مشاو معاه كاملين خسروا كاملين خسروا كاع الخيول اللي مشاو معاه كلهم خسروا غاني 65 كيلو مشى عليه فالونتين جا خسر هذا مشى خسر وان مور رايت دوز وقيل على ما اظن على ما اظن او لا تريز هو اللي كان مشى ب 10 مشى ب 66 كيلو دابا عطاو 9 لا عفوا تريز ربما تريز هذا اللي استراد الخيول اللي مشاو معاه كاع خسروا فالونتين جدر اريطي من الكانتي جدر اريطي ها هي الاخوان دوزيام في 95 اريطي في 95 الخيول اللي مشاو معاه كاع خسروا هاد العوده هادي كذلك اللي دارت تروازيام بريسيو تاهي وقيلا خسرات اعتقد تاهي خسرات جات دارت كاتريام دارت تروازيام وعاود دارت كاتريام كانوا مشاو لي فيمل يا الاخوان كانوا مشاو لي فيمل على كل حال ما نطولوش الكلام غادي ناخذوا صراحه غادي ناخذوا الواحد جوي بواسناغ عاود غيدخل في البروميير روند دي كاب 70 كيلو كان ربح لك حتى هو ربح الكورسه ديالو فاسيلمون الواحد عنده ثلاثه ديال الكورسات مشى غيهربوا منه الاخوان على ود البوا اللي مشى به مشى 63 كيلو ولكن كونديسيون مشى 63 مونيير تغلب على أعد الخيول الواعرة ديال نيكول غلبها هذا الوقيلة ديال نيكول هاد العبد اللي دار توازيام ديال نيكول ديال مونتينيغرو اللي دار دوزيام أشتانا وقيلة ديال نيكول ديال ساتاليا ساتاليا مشاو كرون فافوري هو وقيلة كان مشا كرون مشا مشا بسبعة مشى ب 63 كيلو هذه كاتيجوري كانت عاليه على ما اظن كان ربحهم فاسيل مو اخوان انا نمرس 63 كيلو هو في البروميير هانديكاب وغادي يقدر يباغتهم غدا ان شاء الله الدوه ما عنديش الضربه عندي في هاد 63 كيلو الاخوان ثلاثه ديال الخيل عاودوا لا جوج عاودوا لا جوج 68 كيلو كذلك الاخوان حتى هما فيهم الحي غادي نزيدو مع الاخوان غادي نزيدو داك الدوز توكار غادي نزيدو الدوز وغادي نزيدهم طريز هادو هما الخيول اللي غيكونوا في الكرون نيميرو دوز وطريز غنزيدهم دي طيي وطريز درنو بلاسي وكانت عنده كان رونتري هاد العود داكشي علاش عجبني انا هاد العود هاد الطريز هذا عجبني كان رونتري ومشى معاهم دار نو بلاسي وهو كيلعب في التيران سوبل عنده 120 في التيران الورد الا كان غدا التيران تقيل هو ولد الجروب الا كان التيران غدا تخي سوبل يطلع الورد ربما هو ولا غيضربهم في حالة ما جروب طروا هادي دار فيها سيزيام مشى مع لي فيمل وقيلا مشى لي فيمل على كل حال التيران غيلعب دور الاخوان كنا تلعب كنت لعبتو في لاباز هاد العود الكاتريام في 78 في ليستيد مع من مشى مشى مع فيا باترون فيا باترون هو التروا التروا مرشح غدا شوف فافوريين بجوج دار واحد كاتريام واحد سانكيام
اعتقد العود خص يرجع هدير الاستيد الاخوان، هدي الاستيد. صراحه غادي نحاول نزيد نكمل الخدمه ديالي، وغادي نحاول نختار شي حاجه في 68 وفي 69 مع الام مع ديك دوز 13، ونكتفيو الاخوان. عودي يستاهل يتلعب هاد العود هذا، وقيل لو 13 يستاهل يتلعب، وان شاء الله غادي نلقاو الحل ان شاء الله. تحياتي لكم الاخوان، خليت لكم الراحه ومع السلامه.